صباح الفل عليكم، بداية فيديو جديد. الفيديو بتاع النهاردة مهم جدا جدا جدا. قبل ما نبدأ فكرة الفيديو لازم اقول لكم كل سنة وانتم طيبين. بمناسبة شهر رمضان الكريم، كل سنة وانتم معايا، كل سنة وانا معاكم، كل سنة واحنا رقم واحد في اي مجال، كل سنة واحنا مكسرين الدنيا، كل سنة واحنا متفوقين، كل سنة واحنا ناجحين، كل سنة واحنا متألقين، كل سنة ومكسرين الدنيا مع بعض. سنة سعيدة علينا وعليكم بمناسبة شهر رمضان الكريم، وبإذن الله اوعدكم ان الفترة اللي جاية كلام تاني خالص، شغل تاني خالص، تصوير تاني خالص، ليلة تانية خالص. وعلشان كده هنبدأ في فكرة الفيديو بتاعت النهاردة. فكرة مهمة جدا، عارف ان الفترة اللي فاتت كان فترة صعبة علينا، عارف ان الفترة اللي فاتت كنت بعيد عنكم وانتوا كنتوا بعيدوا وانتوا كمان كنتوا بعيدين عني، لكن الحمد لله ربنا رجعنا تاني لبعض عشان خاطر احنا ملناش غير بعض. راجعين النهاردة، مش هنتكلم في اللي فات، لكن لازم ننهي اللي فات، لازم نبدأ صفحة جديدة، لازم نعرف احنا رايحين فين وجايين منين. المفروض دلوقتي حالا ان انا معايا شريف كوتا، ومعايا رمضان زلزال، ومعايا طه السلطان، وهرن على الشيخ النصاب هنقول له انت فين يا شيخ؟ هيقول لي انا موجود في المكان كذا. اقول له تعال لي بعد اذنك، انا بتكلم معاك، انا عايزك في موضوع مهم. وبعد ما يجي هبدا اتكلم معاه باحترام، ولا ضرب ولا شتيمه ولا قله ادب، لان احنا داخلين على شهر رمضان وهنصلي وهنصوم وهنزكي وهنعمل وان شاء الله ربنا يقدرنا على فعل الخير ويقدركم انتوا كمان على فعل الخير. فهنجيب الشيخ النصاب وهنعمل معاه الدنيئه، بس بالعقل بالدماغ من غير ما نبذل اي مجهود. اعملوا لايك على الفيديو دوت، عايزين نوصل الفيديو دوت ل 30,000 لايك. انا واثق 100% ان النوعيه دي من الفيديوهات هتعجبكم جدا. احنا لسه ما عملناش حاجه، لسه ما بداناش في حاجه، احنا لسه هنعمل كل حاجه. فخليكم معانا واعملوا لايك على الفيديو دوت. اما لو انت حابب تتابع اللي هيحصل معانا اول باول، اشتركوا في زر التنبيهات. والله العظيم شهر رمضان الكريم شهر كريم علينا وعليكم، وباذن الله باذن الله كل اللي هيتابع وكل اللي هيتفرج على الفيديوهات بتاعتنا مش هيندم، وانا بوعدكم بكده. موضوع قرب ينتهي طبعا، معايا شريف كوتا. احنا اخوات في الدنيا عاملين ايه؟ قبل اي حاجه كل سنه وانتم طيبين يا حبيب قلبي. الحمد لله لما رجع بالسلامه اقسم بالله العظيم احنا فرحانين جدا جدا جدا. بحب اشكر كل اخواتي اللي هم ساعدونا في الكومنتات لما ارجع ان شاء الله. معايا اخوات سلطان. صباح الخير يا اخواتي، كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم، ويا رب تكون سنه سعيده علينا كلنا. شهر رمضان جاي يا اخواتي، واحنا عايزين ننهي المشاكل اللي احنا فيها ديت. ارجع تاني اقول شهر رمضان جاي، يعني الخير الخير، احنا لازم نعمل خير، كلنا لازم نعمل خير، بتكلم بجد. ايه الهبل ده بقى؟ لازم نعمل خير. خير يا اسطى. مش عارف انتوا بتعملوا ايه؟ قوي فرحانين. طيب يا جدعان كل سنه وانتم طيبين. المفروض دلوقتي حال احنا هرن على الشيخ النصاب. طلع تليفونك يا شريف عشان ارن على الشيخ النصاب، لان الشيخ النصاب مهما رحنا وجينا هو اهطل، هو ما يعرفش حاجه، هو ما بيعملش حاجه، هو ما بيأذيش حد، هو ما بيعملش حاجه، هو حمار. الشيخ النصاب انتوا عارفين لما يكون البني ادم وربنا يعلم حد حمار. الشيخ النصاب رن عليه. الشيخ النصاب، الشيخ النصاب هو حمار. كتير في حياتنا بنقابل ناس حمير في حياتنا. اكتب الصوت قبل عشان ارد. لا لسه ما ردش. اكتبه وكمل كلام. كتير في حياتنا بنقابل ناس حمير في حياتنا، فالناس الحمير في حياتنا دي احنا بنحبهم ما نقدرش نبعد عنهم، فمنهم الشيخ النصاب، اكتر واحد حمار في الدنيا. يا رب بس يكون اخواتي يحبوا كلمه المكار، وقولوا له بعد اذنكم انا اتضربت انا وطه سلطان، اقسم بالعظيم احنا اتكسرنا. طبعا 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 احب اشكر شريف كوتا، احب اشكر زلزال، احب اشكر طه سلطان، احب اشكر عمرو تونه، احب اشكر كل اخواتي وحبايبي اللي حاولوا يساعدوني، احب اشكر كل جمهوري وكل حبايبي واخواتي. الشيخ النصاب شكله ما ردش، شكلها هنقفل الفيديو دلوقتي. لا 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 لا. والله شكلها لا لا هيرد 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 هيرد. رن عليه تاني، رن عليه تاني. اهم يوم يا مكار، رن عليه تاني. اهم يوم ده يا جدعان، والله اهم يوم. ايه ده بقى؟ يا رب يرد، يا رب يرد. ادلي بقى ادلي. انا الو الو يا شيخ، انت بتعمل ايه كده؟ انا سمعتك بتكلم حد. يا عم ده انت بتطحني من النوم فات. انا هو انت نايم دلوقتي ولا ايه؟ انا انت انا سمعتك بتكلم حد، كنت بتكلم مين اول ما فتحت المكالمه؟ يا عم مديحه حملاتي. مديحه مراتك؟ عسى الله ما دام داخل علينا بقى ما فهدتي نوم منين خالص. ماشي يا شيخ. طب انت فين؟ انا في البيت. انت في البيت؟ اه نسيت صحيح. طب تعالى لي يلا ورا مصنع البراكي. جيتني ليه؟ معلش تعالى لي عشان عايزك في موضوع مهم، وانا مش هضربك والله ولا همد ايد عليك ولا الكلام ده كله، بس تعالى عشان عايز.
ايه؟ احنا هنأجل. لا والله العظيم ما همد ايدي عليك، انا بحلف بالله. مات هو انت هتعرف اتكن؟ هعرف مش هعرف امد. انا ولا نديت، انا ولا نديت. وراك جيش؟ يا معفن يا بروحة وحشة، وراك جيش؟ ماشي تعال. اديك ايه؟ تعال. انت اخر مرة استحميت امتى يا شيخ؟ لسه دلوقتي. لسه مستحمي دلوقتي؟ هتخلي الدنيا حلوة. يا ابني الكدامة يا شيخ. طب يلا طيب تعالى بسرعة مستنيك. يلا تعالى. انا خايف منك. لا ما مش انت بتقول انا مش عارف امد ايدي عليك، خايف مني ليه؟ يا عم ده احتياطاتي. طيب يلا طيب تعالى. كل سنة وانت طيب. كل سنة وانت طيب يا شيخ. طب تعالى وقت هات مديحة مراتك معاك عشان عايزين نشوفها. مديحة ما ينفعك. ليه؟ ليه؟ خصوصياتي. خصوصياتك؟ هو انت عندك خصوصيات يا شيخ يا معفن؟ الله ينور عليك. طب يلا انا مستنيك دلوقتي، يلا ورا مصنع البراج. قلت لي باين عندنا دي. انت معايا ولا مع مديحه؟ يا شيخ. ايه انت معايا ولا مع مديحه دلوقتي؟ لا لا اداني اديني. لا لا ايه ما بتفهم؟ ايه ما بتفهمش ولا ايه؟ ما دي باللي ادانا. هي مراتك مديحه ما بتفهمش؟ دي مخها تخيني. ماشي يا ما انت اللي مخك. انا بقول لك هتجيب رجاله، اقول له ما تجيبش حد. لا لا تعال لوحدك، انا عايزك لوحدك. متأكد؟ متأكد. ما لا تعال لوحدك يا شيخ، خليك جدع. طب انتوا كام واحد؟ احنا واحد. مات يا عم مات. ماشي مستنيك. سلام. كتو كتو كتو. يا اسطى مش قلت لك حمار ما بيفهمش دلوقتي يا جدعان؟ بيقول لك احنا كام؟ انتوا بتقولوا احنا واحد. صدق ما يا جدعان. يا جدعان دلوقتي حالا المفروض ان الشيخ النصاب جاي، وبعد ما يجي هتشوفوا ايه اللي هيحصل. كملوا الفيديو ده للاخر، كملوا الفيديو ده للاخر. لو انت عايز تشرب الشاي حضر الشاي، لو انت عايز تاكل كل وانت بتتفرج على الفيديو. المهم كمل الفيديو للاخر. المفروض دلوقتي حالا ان احنا مستنيين الشيخ. هنقفل الكاميرا، واول ما الشيخ النصاب يبدا يجي هنفتح الكاميرا تاني. سلام. الشيخ جه هناك اهو، وجاء لوحده فعلا. الشيخ جاي يا رجال. ها الشيخ جاي. ها تعالى يا شيخ، احنا هنا اهو. وطلع ديب 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 ديب. صبرك يا الله تاني. الحمد لله يا شيخ. ولا تبان حبيبي يا اسطى. ليه 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 اتكلم عليك؟ ليه ليه خلاص يا شيخ يا عم. روح ده يا عم، ربنا يطول عليك. مولعك وانت جاي. انا مولعالك يا عم. خلاص بس خليك فاكرها. انت قاعد مفتن النادي بالتدله ده. انا معايا التون. خد. طيب وريني تليفونك كده يا شيخ. بص يا جدعان التليفون بتاع الشيخ النصاب. البت بقى حلم عليه. تليفون صغير. طيب يا شيخ صل على النبي. صل على النبي. خد. هو بيكلم حد تاني. خد. اضبط بقى. ماشي ماشي. لو تدعى تبيه بت في جلادل عبد المهدي. هو ايه ده اللي تعبيه في جلادل؟ بتقول ايه؟ يا عم توف بت لو طلع ايه؟ اديله اتنين ونط. متين. يا ابني انا اتنين ونص. قوم العلايد. صل على النبي. مكر تعالى كده هنا. تعالى كده هنا عشان الكلام هيبقى على نور. تعالوا الناحيه دي كده. بص تعالى تعالى تعالى. ايه ده وانت هتضربوني؟ اقعد على الارض. اقعد. هتضربوني يعني؟ ما تخافش يا عم، انا متخانف. طب اقعد. عارف ليه؟ طب اقعد. طب اقعد هنتكلم واحنا قاعدين. اقعد فين؟ اقعد اقعد مكانك. لا تعالى قوم قوم تعالى. طب اقعد بالبيت. بيت. لا هاتهم دول ونقعد عليهم. هاتهم ما ينفعش تقعد هنا. فات اللي ما ينفعش تقعد هنا. فات لما ايه هاتهم دول. انت تعرفني دين من ايه؟ هات الشيخ. لا تعنت انت. لا دي ليا انا دي. تحتي. خلاص اوعى اغسلهم. امه اقعد يا شريف. اربع على بعض بقى كده. اقعد يا شريف على رفيزك انت كده كده رفيع. اقعد بقى. اقعد بقى وكلمات مهمه. ايه يا ابني؟ لو كده بقى ايه؟ احنا مش هنخلص يا صاحبي كده ولا ايه؟ يلا. مونجا بونجا. يلا بقى يا شيخ. صل على النبي يا شيخ. عليه الصلاه والسلام. انا يا شيخ. طب اسمع. طيب هو التليفون ما رنش؟ احنا هنحور. اول حاجه التليفون ما رنش. تمام يا عم. بقدم ما تهزرش. وماله تاني؟ صل على النبي. صل على النبي.
صلى على النبي يا شيخ. دلوقتي احنا داخلين على شهر رمضان. انا لا خليك معايا عشان ما اديكش كده يا شيخ بكف ايد على وشك. ثانيه يا شيخ ثانيه يا شيف ابو سجاره. لا اديله سجاره. انت معفن ايه السجاره دي؟ اديله سجاره يا حبيبي. اديله سجاره يا حبيبي. لا ما زي زي لا لا والله يا ابدا. لا لا ربنا ما لا عشان شريف معفن يا اسطى. طلع السجاره اللي معاك. يلا السجاره دي تطلع مني عشان ابقى عز. يا لهوي يا لهوي. حتى مهما حصل اموت نفسي يعني. لا اموت لا نفتي. خد السجاره اهوت كده تمام. لا لا متعيد دي فاضيه. انت مديتش سجاره فاضيه فاضيه يا عم. خد يا عم دي سجاره. لا لا يا عم راجل لا بيفضحنا يا عم. امسك دي خلاص دي. صلى على النبي يا شيخ. انا ابدا التلاوه دلوقتي. احنا داخلين على شهر رمضان. يعني عايزين انا وانت تمن وانت طيب يا ربنا. انت عارف والله بطلت كل حاجه يا راجل. اه والله قول والله كده. بطلت ايه؟ بتوم وبطلي بتصوم ازاي؟ ثانيه يا شريف وحتى ابوك بتصوم ازاي؟ انت تتت في الدلولات يعني؟ طب انت بطلت ايه؟ بطلت ايه؟ بطلت الصوم ولا بطلت ايه؟ بطلت الحلال. ايه هو الحرام؟ ما بقتش من ولا بتلق ولا بعد. انت دلوقتي قاعدين مع بعضينا اهوت وهنجيب الشاي وهنجيب الفطار. والله اسمع طيب يا شيخ. دلوقتي احنا داخلين على شهر رمضان. يعني ولا عايزين خناقه ولا عايزين ضرب ولا عايزين شتايم ولا عايزين يتأدب صح؟ الحمد لله. انت بطلت شتايم؟ بطلت تله. يعني انت ما بقتش بتشتم تاني؟ ما بقتش بكتم. طب قول للناس بقى عشان الناس فاكراك اللي انت بتشتم على طول. قول لهم بقى انا بطلت شتايم. لا بطلت تتايم؟ ليه؟ ليه؟ هتخطي الدخلين على تله رمضان ولقيت ما طلع دي. ما هي دي شتيمه ايه؟ لا لا متبتل. لا ما دي شتيمه. ما انت كده شتم. اللي هيتم هتبقى من قفاه. ايوه بات. ايوه ما تشتمش الواد ده. وبعد ما تجيبه من قفاه طلع دي. ما هي دي شتايم. طب ما يتمت يا عم. بيقول لك داخلين على شهر مفترض. طب ماشي خلاص خلاص يا طه. طيب دلوقتي صلى على النبي يا شيخ. على قد التلاتة. المطلوب منك حاجة ورد غطاها. كل اللي أنا عايزه منك حاجة واحدة بس. تسلمني المافيا وهتسلمني الدباح. من الآخر أنا عايز أقتلهم. شيطان. وإيه اللي فيها أسامة؟ أنت بتتكلم جد. بتتكلم بجد. الكلام بلع عنك يا تخين. إزاي يعني؟ هتسلمني المافيا وهتسلمني الدباح عشان عايز أقتلهم. زي ما سمعت بالظبط كده. إزاي بقى؟ وهنا احنا لحد دلوقتي بنتكلم باحترام. عافيك من اي حاجة. وانا حطك انت في خانة لوحدك. وبقول عليك بقول عليك اللي انت اهطل ما بتفهمش. بتطلب. بقول عليك اللي انت اهطل. بتطلب يعني تتطلع عليك. بقول لك ايه. انا بقول عليك اللي يا شريف يا كنت ثانية بعد اذنك. انا بقول عليك اللي انت اهطل ما بتفهمش. يعني ولا هنعمل معاك حاجة غلط ولا هنأذيك. بس هتسلم لنا المافيا وهتسلم لنا الدباح. المافيا ما ينفعش ولا الدباح. ليه؟ متجوز اخته ومطلع امه. ازاي متجوز اخته ومطلع امه؟ متجوز اخت مين؟ بتلات من اودع اخته ملاتي. اخت الدباح ولا اخت المافيا؟ ومطلع امه. هو عارف نفته يعني 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 كده. في حد فيهم ابنك بدل انت جوز امه يبقى في حد. كنت امه فات. انا قصده اصل كده بقى ايه؟ الدباح متجوز اخته والمافيا ده متجوز امه. يعني انت متجوز يعني. وكنت ناوي دي ما توب وانتوا متعدلنا طول. اشاره في ضرب نار. ايوه ايه ده بقى؟ انت اللي ضربت النار ده؟ ادوب ابتدي. ايه ده يا استاذ؟ ايه ده؟ بتهزر؟ انا بهزر. انا ده يا عم انت خلاص. هو احنا كل ما بنضرب عليها نار ولا ايه يا جدعان؟ انا والله ما عدتش. انت اللي جبت السلاح من الاول خالص. صلى على النبي. اهدى اهدى يا شريف كده. اهدى عشان انت لو عامل لنا كمين وجايب لنا المافيا وجايب لنا الدباح ضربوا نار وهيخش علينا دلوقتي عليا انا منهيك. اقسم بالله ما هنخلي فيها شيخ ولا نصاب ولا الكلام ده. بات ابعد الدخان بعيد عني. بات ايه يا ابني؟ انا ولا متنع على بلادي. مديت اوعى بات تنا. لا هات التليفون. ادبل هم من التليفون. هات التليفون بقول لك. مات هات التليفون. انت تطلع عليا. هات التليفون. لا 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 امسك من التليفون. يعني التليفون امسك من التليفون. لا بس كده هات التليفون كده. شفت بقى اللي انت خاين؟ بص انا متبلن على حد كده. قفلنا التليفون اهوت. ده تليفون الشيخ النصار. خلي معايا. هات هات هات. انا عايزه ارمي اهو. ارمي اهو. انا كنت هرميه بجد اقسم بالله.
طلعت التليفون اللي حيلتي؟ اه صل على النبي. طلعت التليفون اللي حيلتي؟ صل على النبي. ده ب100 ولا 200 جنيه منتج؟ استنى يا اسطى بعد اذنك، كلمه ورد غطاء، كلمه والرد بتاعها، يعني سؤال واجابته غطاء. تمام. مين اللي يعز عليك اكتر؟ ولا ده ولا ده؟ ده ولا ده الاثنين. مين اسمع الكلام للاخر؟ ثانيه يا جدعان، مين هم؟ مين هم اللي ما انت عايدهم؟ المافيا والدباح؟ ما يعزوش عليك؟ لا. طب واحنا نعز عليك ولا لا؟ انت اخواتي. يعني انت هتساعدنا ولا مش هتساعدنا؟ اتعبته. طب ايدك كده؟ ايه. والعشرة الكرام دول هتساعدنا ولا مش هتساعدنا؟ اتعبته ولا ايه؟ وعد. وعد. ليه؟ عشان الوعد بتاع اللي ده لا بينفي. طب وانت راجل؟ مش راجل. انتوا تايفيني تنا؟ اه. بلاحظته بقى. طيب يا شيخ. بلاحظته انا دي لأم هكل النهارده. متى تصوم ليه على رمضان؟ لا كدابه هتصوم غصب عنك. هو انت اصلا بتصوم؟ ده انت معفن. ليه يا عم؟ بتصوم. طيب يا شيخ، طيب يا شيخ. دلوقتي يا باشا المطلوب منك، دلوقتي يا باشا المطلوب منك انك تسلم لنا المافيا وتسلم لنا الدباح النهارده بالليل، خلص الكلام؟ الاثنين؟ اه. مالها واحدة؟ لا هتسلم لنا واحد نقضي عليه، بعد كده تسلم لنا الثاني، حلو؟ مات. قول قدام الكاميرا الكلام ده. ده؟ اه. عارف ليه؟ ليه؟ عشان التنى. اول ناه عشان شهر رمضان. اه ماشي. طب قول بقى قدام الكاميرا اللي انت هتسلم لنا المافيا وهتسلم لنا الدباح، نقضي عليهم ونقتلهم عشان نعدي شهر رمضان بحاجات حلوه وننسى الوحش كله. ايوه. قول بقى قدام الكاميرا، قرب كده، قول كل اللي قاله هو ده. لا قول. قول قدام الناس. قول قدام الناس. انت تعان، احنا هنقضي على المافيا والدباح. ليه؟ احنا داخلين على طهر رمضان التليم. تليم التلم. تليم يا عم. سليم. بس خلاص. بس اقول لك على حنه. اه. احنا هنطحن ناد بطله. بتبطله لحد. اه. نطحيهم الفجر. بكره السبت. متاكد؟ اه. يبقى بعد بطله. ماشي. نروح مدكين الدميله. ماشي. بعد ما نقضي عليهم طبعا. ماشي. ونطحن ناد. ماشي. وتعمل فيديو. ماشي. عارف ليه؟ ماشي خلاص. طيب يا جدعان خلاص. طيب خلاص. طيب يا جدعان، بالصلاه على النبي، صلاه على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. المفروض دلوقتي حالا ان احنا اتفقنا مع الشيخ ان النهارده وبكره المافيا والدباح هيكونوا انتهوا، وهنبدا شهر رمضان بالحاجات اللي احنا عايزين نعملها. هنبدا شهر رمضان ببدايه مبشره بحاجات جديده، هننسى كل الوحش. مش هنشتم، هنبطل ايه؟ شتيمه. واللي هيشتم هنعمل فيه ايه؟ برضو كنت تاني. عشان ما يتمش. اللي عشتي ما هنجيبه نعلقه من قفاه. مات. اللي عشتي ما هنعمل ايه؟ نطلب دين نعلقه من قفاه. لا استنى يا شريف. اللي عشتي ما هنعلقه من قفاه بس، مش هنعمل فيه حاجه تانيه. اللي عشتي ما هنعلقه من قفاه بس. وبعد ما نعلقه في القفاه؟ خليه ما يتم. جدع. ايوه هو ده اللي احنا عايزينه. بالصلاه على النبي. بس يا جدعان المهم بدل انتوا كملت الفيديو لحد دلوقتي، فالفيديو ده مهم جدا جدا جدا، لان الفيديو دوت هنعلم فيه عن مهرجان طه السلطان. مهرجان طه السلطان. طه السلطان نزل النهارده اغنيه جديده، ودي اخر اغنيه هينزلها قبل شهر رمضان. مفيش اغاني تانية هتنزل غير على العيد اللي جاي، فالاغنيه دي مهمه جدا. انا انصحكم انكم تتفرجوا عليها، لان حاجه جامده قوي 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 ونازله النهارده. وهنسمع الشيخ النصاب عليها وهشوف هتعجبه ولا مش هتعجبه. بالصلاة على النبي، دي الاغنيه بتاعه طه السلطان. لقطه صغيره بس كده منها. انت اللقطه والله. الاغنيه بتاعت طه السلطان تحت في الديسكريبشن، ومعاكم الشيخ النصاب. لحد بقول لك انا الوقت. ومعاكم طه السلطان. يا تاني. لايك على الفيديو دوت، مستنيكم على هناك، هنشوف كل الكومنتات. كنت عايز اقول كلمه واحده. قول يا طه. يا جدعان احنا داخلين على شهر كريم. هو الوقت. بعد اذن حضرتك بس عايز اقول حاجه. داخلين على شهر كريم يا جدعان، الناس اللي ربنا كرمها يا ريت تتزكى، عشان في ناس تعبانه قوي في الشوارع دول اليومين دول والله. يعني اي حد معاه يعني انا كنت تايه 2000 جنيه ما ينساش غيره بجد والله. بقول لك على حنان ان شاء الله خير. كل سنه وانت طيب. انا كنت تايه 2000 جنيه يا زلزال. هنعمل ايه؟ اذنك بعد اذنك، قال لي حاجه جبتها للشيخ لرشايه رمضان، فانوس والله. الله يبارك لك. انا بجد انا بقوله بطاطا. بس بطاطا خالد دبادي. ايه يا عمي دي؟ هديك سيجاره تاني. هنين الفيديو على قد كده، عامل لك على الفيديو دوت، واشترك في القناه عشان ده مش فيديو، ده تمهيد للي جاي.
ده مش فيديو، ده احنا بنخلص الموضوع القديم وبنبدا الموضوع الجديد. لايك على الفيديو دوت واشترك في القناه عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديده. والشيخ النصاب ابو ريحه وحشه هو اللي هينهي الفيديو. مت انا يا ابني، انا اتخن انك يلا يلا انا اتخن انك تابوت بالخمسه. الشيخ النصاب صور كده، الشيخ النصاب اصبر خمسه هيني الفيديو. هات مع التلامه، هات موتوا.